بالتأكيد يا دكتور عبد الله حتى نستطيع ان يعني نحقق مردود ايجابي اكبر على الاقتصاد المصري. طب خلينا ننتقل. ما دي دولارات اهي. بالظبط دي دولارات وللاسف بنضيعها بالبيروقراطيه. لا احنا مؤهلين ان شاء الله وننسف البيروقراطيه تماما ان شاء الله. خلينا نذهب مع حضرتك لاخبار رئاسه الوزراء، حيث غادر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القاهره امس لتراس وفد مصر نيابه عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الزياره التي يقوم بها وفد رؤساء المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية. ويرافق رئيس الوزراء في رحلته إلى كييف وزير الخارجية سامح شكري. والمبادرة الإفريقية هي مبادرة اتخذتها القارة الإفريقية لتسوية الصراع المحتدم في أوكرانيا في تقاطع مع الجهود التي تبذلها بكين للترويج لمبادرة سلام قبلت بتحفظ من جانب عدد من الأطراف. ويقود المبادرة رؤساء 6 دول إفريقية هي مصر، جنوب إفريقيا، جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، والسنغال وزامبيا وأوغندا. المشاركة المصرية في المبادرة الإفريقية كان أشار ليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحوار الصحفي اللي كان بينه وبين الرئيس الأنغولي في آخر جولة إفريقية أو جنوب إفريقية تحديدا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأشار إن احنا سنعرض هذه المبادرة. دكتور عبد الله، القاره الافريقيه من اكثر القارات المتضرره سواء من التغيرات المناخيه او حتى من الازمه الروسيه الاوكرانيه. هل من الممكن ان تساهم هذه المبادره، والى اي مدى من الممكن ان تساهم في حل حاله الازمه الروسيه الاوكرانيه؟ نتكلم كلام سياسه مش كلام نظري. يعني الكلام السياسه بيقول ان هذه المبادره هي مبادره اثبات موقف ونفي تهمه، مش مبادره حل. ليه؟ الدول الأفريقية ميالة أكثر لروسيا أكثر من أوكرانيا والغرب عشان نكون صراحة. وبالتالي كان هناك اتهامات كثيرة لأغلب الدول الأفريقية، طبعا من بينها مصر ومن بينها جنوب أفريقيا ومن بينها عديد من الدول والجزائر وخلافه، أن هم ميالين أكثر إلى ناحية روسيا. تمام. وبالتالي هذه المبادرة هي مبادرة لإثبات موقف، يا جماعة إحنا على الحياد، إحنا لا مع ده ولا مع ده. لأن الاتهام اللي بيتملي بيجي من التقارير الغربية، مرة يقول لك الأسلحة دي مش عارف مصر اديتها لروسيا، ومرة يقول لك لا ده اديتها لأوكرانيا، وهي مصر لا ادت لا ده ولا ده. على مستوى واحد من الحياد. على الحياد. فأنا بعتبر مثل هذه المبادرات هي مبادرات إفريقيا بتحاول تثبت فيها أنها محايدة. محايدة ليه؟ لأن من مصلحة إفريقيا أن تظل على الحياد، لأن للأسف الشديد إفريقيا رغم هذا الغنى الفاحش من الأراضي والثروات الطبيعية إلا أنها بتعتمد على استيراد القمح، ما زالت بتعتمد على استيراد القمح سواء من أوكرانيا أو من روسيا. وبالتالي مش من مصلحة إفريقيا، وخصوصا أن هي بتستورد سلعة استراتيجية، مش القمح بس، العديد من الحاجات اللي بيتم استيرادها من أوكرانيا ومن روسيا. وبالتالي من مصلحتها تثبت أنها محايدة عشان تقدر، سواء كانت تقدر تستورد من أوكرانيا أو من روسيا. فهو أنا بعتبر المبادرة دي هي مبادرة إثبات موقف، إثبات حياد، نفي تهمة عن إفريقيا أنها مع طرف ضد طرف. مع كل الاحترام لهذه المبادرة، وهي طبعا مبادرة إيجابية، لكن مع كل الاحترام يعني لن تكون زي جدوى، لأن احنا شفنا بمبادرات كثيرة سواء كانت من الصين، سواء كانت من دول الخليج، العديد من المبادرات. يمكن أبرزهم مبادرة الصين. روسيا ماشية في اتجاهها، والناتو أنا بعتبر أن أوكرانيا مش موجودة في المعادلة. الناتو والولايات المتحدة الأمريكية ماشية في اتجاهها. هو المشكلة ما بين قوتين عظمتين. من الذي ينتصر؟ أوكرانيا استخدمت كترس صغير جدا ممكن يتفرم في الوسط ما بين الاثنين. يعني نأمل أنهم ينتبهوا لذلك وأن يكون هناك حل. ننتقل إلى الحوار الوطني وحالة الحراك، وحضرتك أحد المشاركين في هذا الحوار الوطني.